كذلك في شرط لم يذكره المؤلف لأنه الظاهر لم يعتد به رحمه الله تبارك وتعالى، وهو شرط العدد. شرط العدد مذهب الشافعي وأحمد أنه يشترطون لابد أن يحضرها 40 ممن تجب عليهم الجمعة، 40 ممن تجب عليهم الجمعة غير الإمام. وهذا الشرط لا دليل عليه إلا حديث يعني كعب بن مالك أو عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه ذكر أنه في صلاة الجمعة أول جمعة أقيمت في المدينة قال كم كان عددكم؟ قال 40. قالوا إذن لا تصح بأقل من 40. هذا يعني ليس دليلا صريحا على أنه يجب أن يكون العدد 40، لكن المهم أنه لابد من حضور صلاة الجمعة. والأقرب العلم عند الله أن يكون خطيب واثنان يسمعان، يعني يكون جماعة، والجماعة اثنان فأكثر، يعني ثلاثة تصح فيهم الجمعة، ثلاثة تصح بهم الجمعة، أو كلما زاد كلما كان أفضل قطعا. لكن قول لأن مذهب الحنابلة والشافعية إن إذا كانوا مثلا 30 شخص قالوا يصلونها ظهرا ما يصلون جمعة، لأنها لم يكتمل شرط من شروطها وهو العدد. والمؤلف كما قلت يعني يذهب إلى أنه لا يشترط العدد، لا يشترط العدد، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.